وحدة برنامج معالج النصوص، رأس وتذييل المستند، إزالة رؤوس أو تذييلات الصفحات. عزيزي المحرر الصغير، يمكنك من خلال برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد إزالة رؤوس أو تذييلات الصفحات للمستند. لتنفيذ ذلك نتبع التالي: رأس المستند، تذييل المستند. لإزالة الرأس أو التذييل اختر التبويب إدراج، ثم اضغط على أداة الرأس من مجموعة رأس وتذييل، اختر إزالة الرأس. تم إزالة رأس الصفحة. يمكنك إزالة تذييل الصفحة بنفس الخطوات السابقة. اضغط على تبويب إدراج، ثم اضغط على تذييل. اضغط إزالة التذييل. تم إزالة تذييل الصفحة.